نجوم حلقتنا النهارده هم نجوم البرنامج ده، نجوم البرنامج الحقيقيين اللي من غيرهم ما كانش هيبقى فيه برنامج اساسا. مثال للالتزام والانضباط والاحترافيه اللي ملهاش مثيل، اثبتوا فعلا ان المصري قادر يعمل اي حاجه حتى لو هيطير في السماء. اول حاجه كلمنا عن بدايه الرياضه دي في العالم وتطور اللي وصلت له. هو طبعا في البدايه السكاي دايفنج او رياضه المظلات هي طالعه من العسكريه. يعني هو العالم عرف رياضة المظلات بعد الحرب العالمية الثانية، وابتدت تنتشر رياضة المظلات في السبعينات والثمانينات القرن الماضي، وطبعا اتنظم لها اتحادات في كل دولة، وطبعا دخلت في مصر هنا في أول الثمانينات، والحمد لله دلوقتي الحمد لله مصر بتاخد مكانة كبيرة جدا في المجال ده. تعتقد الرياضة دي هتنتشر في مصر؟ والله أنا أتمنى إن شاء الله، وهي نوع جديد من الرياضات اللي هي غير تقليدية، اللي هي الاكستريم سبورتس. احنا بنبعد شويه عن الرياضات اللي احنا تعرفنا عليها، وبنتكلم في رياضه جديده. الرياضات الجويه فيها افرع كتير جدا، منها السكاي دايفنج ومنها الباراموتور ومنها رياضات كتير. فانا شايف ان شاء الله بعد كام ايفنت فعلا عملناه، شايف ان لا احنا كمصريين محتاجين ان احنا نخش في الرياضه دي، وهي هتلاقي ان شاء الله اهتمام كبير قوي من قاعده كبيره جدا في مصر. احنا شفنا من خلال رحلتنا معاكم في البرنامج ان مستوى الامان عالي جدا، ده بيرجع لخبره فريق العمل ولا في مقاييس معينه؟ لا، هو في الحقيقه اي رياضه تتعلق بالاكستريم سبورتس، يعني اول كونسبت بالنسبه لنا اللي هو الامان، عنصر الامان. فاحنا شغالين تحت الريجليشن العالمي لعناصر الامان، وما ينفعش نخرج براه. من اول ما بياخد القافز التلقين بتاعه لحد ما بيطلع الطياره، لا القافز ما يكونش يهتم بمعايير الامان والسلامه، ولا المعدات بتاعتنا تكون خارج عنصر الامان والسلامه. فاحنا لازم تبقى منظومه كامله اساسها هو الامان والسلامه، وده يعني كونسبت اساسي وواجهه رئيسيه لينا في اثناء التشغيل بتاعنا. الطياره دي موديلها حديث جدا، فيها احدث الاجهزه، تعتبر اصلا بره ما بيستخدموش طيارات حديثه بالمنظر ده، بس احنا الناس فكرت ان احنا عندنا سيفتي فيرست، فاضطرينا ان احنا نجيب حاجه تبقى يعتبر براند نيو للطياره، وفيها اجهزه طبعا مساعده اللي هي للسكاي دايف. يعني عشان تطلع بطياره فيها مغامرين محتاج منك مهاره ايه بشكل محدد؟ هي بتبقى ليها طبعا تدريب مختص ليها معين، جالنا مدرب من بره اجنبي من المانيا، دربنا على السكاي دايف وعلى الفرقه بتاعه الطياره، فهي ليها سيكونس مختلف بس شويه في التشغيل بتاعها عن باقي الطيران. يعني الطياره حجمها صغير، هل محتاج مهبط او مطار خاص ولا ممكن اي مكان واسع؟ هي الطياره مجهزه عالميا، اللي هي ممكن تنزل في اي مكان، ممكن تنزل في على جراس او تنزل في ساند او اي حاجه، ولكن طبعا احنا كسيفتي هنا في مصر معامل الامان عندنا زياده شويه، فاحنا لا يعني بنختار دايما احنا ننزل على الحاجات الممرات اسفلت، ولكن ممكن ممر يبقى مسافته صغيره، مش شرط اللي هو يبقى مسافات كبيره زي المطارات العالميه. يعني طبعا كمهندسين وستاف مهندسين لازم بنتحقق ونشيك على الطياره بتاعتنا قبل القفز، بيكون بوقت كافي على حسب طبعا الوقت اللي هيلزم للعمليه اللي احنا داخلين عليها، او لعمليه الصيانه او التشيكس او الانسبكشنز اللي هنقوم بيها. طبعا طياره السكاي دايفنج مختلفه تماما عن الطيارات الثانيه، لان الطياره دي مخصصه بحيث ان هي يتم من خلالها الاسقاط من خلال باب بيبقى موجود داخل الطياره، بحيث ان القافزين يقدروا يفتحوا الباب دوت وينزلوا من الطياره بامان وسلام. الطياره بتاعتنا طياره متقدمه جدا، في اعلى مساعدات ملاحيه على مستوى حتى العالم موجوده. يعني مثلا على سبيل المثال عندنا حاجه اسمها جي 1000 اللي هو مساعده ملاحيه دقيقه جدا، بحيث ان هي تحدد اللوكيشن حتى، او احنا نقدر من خلالها نحدد اللوكيشن بتاع الاسقاط، فده بيتم باكيورسي او بدقه عاليه جدا. لو حد عايز يمارس رياضة سكاي دايف محتاج مواصفات جسدية معينة ولا أي حد ممكن ينط؟ بص، زي أي رياضة عادية، أنا ما ينفعش إن أنا أمارس أي رياضة وأنا مش إن أفريج للرياضة دي، يعني لو وزني زايد مش هقدر أمارس أي رياضة. طيب هدف الناس لما بتعمل رياضة زي دي بتشوف لقطات حلوة وحاجات حلوة، ينفع أنا وأنا بمارس الرياضة دي من فوق أمسك موبايلي وأصور؟ تمسك موبايلك وتصور، هي دي بره السيفتي شوية، إن أنت تمسك موبايلك وتصور دي. انما في حاجات تانية ممكن تنقلك الصوره، في كاميرات حديثه بتتركب على الهلمتس بتاعتك، في حاجات ريست هاند بتقدر تنقلك الصوره اللي انت عايز تشوفها. الحاجات دي سيفتي وايبل ان انت تستخدمها. يعني
المناخ والطقس اليومي ممكن يأثر على الإنسان وهو فوق، يعني ممكن يلغي مرة المغامرة بتاعته عشان الجو ما يسمحش؟ طبعاً، أنت أهم حاجة عندنا تأثير بس الويند، الويند هي اللي بتقولي أنا هوصل الأرض بأمان ولا هيبقى فيه مشكلة. طبعاً إحنا عندنا أهم حاجة الأمان، فعشان الأمان ده يبقى كامل لازم أبقى عارف بالظبط قبل ما اطلع الويند بتاعتي دي هتوصلني بامان ولا لا، على الاساس ده بيتلغي القفز او بنكمله يعني. سكاي دايف فيروز طموحها ايه في مصر او في الرياضه عموما؟ طموحي في مصر هنا ان انا انقل الفكره دي لاكبر عدد من الناس يقدروا يستمتعوا بالمناظر اللي احنا شفناها في خلال ال 30 يوم دول، لان احنا تقريبا لفينا مصر كلها. طموحنا ان احنا ننقل الصوره دي للناس كلها تشوف الانجاز او المناظر الجميله اللي موجوده في مصر. اعتقد ده انسب وقت ان احنا ننقل صوره مصر كلها للعالم كله. لو ادمنت السكاي دايف ممكن اعمل كام قفزه في اليوم من غير ما تدمنه؟ صدقني هي اول قفزه بس، السيكونس بتاع القفزات نفسها لما يبقى الطياره موجوده والجو مناسب وعدد القفزات يعني عدد القفزين مناسب، ان انت ممكن توصل ل 15 20 قفزه في اليوم، ده حاجه عاديه خالص.